السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة. هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني، ومني أنا محدثكم محمد جار الله، تزامن لها من اسمها نصيب، فهي تهدف إلى نشر العلم والمعرفة في كل زمان وكل مكان، الآن وغدا، داخل الجامعة وخارجها، لا يحدها زمان ولا يقيدها مكان. تزامن تنقل لكم خبرات زماننا في شتى العلوم وعلى اختلاف التخصصات الأكاديمية والمعرفية، تتيح الفرصة للتواصل، تفتح النقاش عبر الزمان وبكل تزامن مع آماد المكان وآفاقه. تزامن بوابتكم إلى الحرم المعرفي. هل فعلاً أصبحت الآلة تتعلم؟ ومن يعلمها؟ وماذا تتعلم؟ ما هو تعلم الآلة أو ما يعرف بالماشين ليرنينج؟ وما هي تطبيقاته؟ وهل تستطيع الآلة تعلم أي شيء؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها ضيفنا المتميز في تخصصه الدكتور فارس القنيعير، كبير علماء البيانات في الشركة السعودية لتقنية المعلومات سات، حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص هندسة وتصميم النظم من جامعة واترلو، ومن اهتماماته البحثية تعلم الآلة، تحليل الأنماط والتعرف عليها ومعالجة الصور، وقد عمل على العديد من المشاريع منها التعرف على لوحات السيارات السعودية وغيرها. حياكم الله مرة أخرى، أترك الميكروفون الآن لضيفنا الدكتور فارس فليتفضل مشكورا. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نشكر عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد والأستاذ محمد على المقدمة. في البداية غالباً أسأل في المحاضرات هل الصوت واضح؟ هل اللي وراء يسمعون؟ بس الحين أسألكم كلكم هل تسمعون صوتي بشكل واضح ولا لا؟ يمكن أستاذ محمد أنت لو تجاوبني يمكن تصير ممثل عنهم. واضح واضح يا دكتور واضح. طيب حنا كما اتفقنا الأسئلة إن شاء الله ستكون في نهاية المحاضرة، بس إذا صار فيه سؤال على شريحة معينة يعني إذا تعديناها لم تكن واضحة ممكن تسألون في الشات، والأستاذ محمد ممكن يطرح سؤال علينا. أوكي دكتور، أنا راح أتابع الشات، وإذا في أي سؤال متعلق بأي شريحة راح أبلغك بإذن الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يكون عنوان المحاضرة شيق، هل ما هو تعلم الآلة؟ لأن تعلم الآلة صارت في كل مكان، كل الناس صاروا يتكلمون عنها، وهي طبعا فرع من الذكاء الاصطناعي. الهدف الأساسي من المحاضرة هو جواب وهو عنوان المحاضرة، ما هو تعلم الآلة فعلا بدون أي تضخيم إعلامي. الهدف أن نعرف ما هو تعلم الآلة، نعرف تطبيقاته المتنوعة، ثم نعرف حدود تعلم الآلة وما لا تستطيع عمله. هذه الثلاث محاور الأساسية هي هدف المحاضرة، وبإذن الله المحاضرة مناسبة للجميع ولا تتطلب أي خلفية سابقة في علوم الحاسب. في البداية سأعطي نبذة سريعة عن تعلم الآلة، والجزء الأكبر سيكون عن تطبيقات تعلم الآلة في مختلف المجالات، ثم في الختام سأتحدث عن حدود تعلم الآلة. طبعاً طريقتي في العادة أني أضع شرائح العرض بالإنجليزي حتى إذا أراد أحد أنه يبحث عن مصطلحات معينة يجدها بالإنجليزي، ولكن الشرح بإذن الله سيكون بالعربي. قبل أن أتكلم عن تعلم الآلة سأتكلم بشكل عام ما هو الذكاء الاصطناعي. هو فرع من علوم الحاسب، فرع حديث نسبياً، يعني تأسس في عام 1950 أو في الخمسينات. هدفه محاكاة التفكير البشري، كيف يفكر العقل البشري. طبعاً كان في آمال كبيرة في بداية الخمسينات، ولكن مع الوقت يعني عرفوا أن التعلم البشري صعب جدا محاكاته، فبدأ العلم يتفرع إلى فروع متعددة. حنا يهمنا الآن تعلم الآلة، طبعا كل فرع لا يزال في تحديات كبيرة ولم تصل حتى إلى مستوى العقل البشري. فمن فروع الذكاء الاصطناعي حل المشكلات problem solving، perception الإبصار، natural language processing معالجة اللغات الطبيعية والتخطيط وتمثيل المعلومات، وتعلم الآلة والمنطق. كل فرع من هذه بحر كامل، يعني يصعب أن نحصرها في محاضرة واحدة، ولكن تركيزنا سيكون عن تعلم الآلة تحديدا. ما هو تعلم الآلة؟ تعريفات كثيرة جدا في الـ literature
في ولكن نختصرها بكلمتين هي أن نجعل الكمبيوتر يتعلم أو نجعل الحاسب يتعلم، يتعلم من نفسه. حتى أشرح الفكرة بشكل أبسط، خلونا نشوف كيف المبرمج يبرمج بالعادة. إذا كان عندك مهمة برمجية، أول شيء تفعله أنك تفهم المشكلة، ثم تفكر كيف تحل المشكلة. اللوجيك أو الفلو دياجرام ممكن نرسمه، نفكر في المنطق البرمجي كيف نحل المشكلة برمجيا. طبعا يمكن أغلب المبرمجين يعرفون ما أتكلم عنه. ثم نكتب البرنامج، ثم نخرج بالنتيجة وهي البرنامج. يمكن الرسمة اللي في الأسفل تبين يعني هذا بشكل مختصر. عندنا مدخلات أو بيانات، وعندنا البرنامج، والمخرج هو البرنامج، لغة برمجة، والمخرج هو البرنامج اللي برمجناه. في تعلم الآلة المنطق معكوس، نبدأ بفهم المشكلة، ثم نأخذ المخرجات. أعطيكم مثال، مثلا عندنا مشكلة نريد أن نتوقع أسعار المنازل. طبعا هذه المشكلة ندخل ونعرف وش الخصائص التي تساعدنا في معرفة الأسعار في العادة. المخرجات هي أسعار المنازل، ثم ندخلها في برنامج أو خوارزمية تعلم الآلة، والمخرج هو نموذج حنا نسميه موديل أو نموذج. هذا النموذج إذا أدخلت المدخلات يعطيك المخرج النهائي وهو أسعار المنازل. فالعملية هنا نعطيه المدخل والمخرج وهو يعطينا النموذج اللي يعني يوازي البرنامج بالبرمجة. هذا بشكل مبسط تعلم الآلة. طبعا فيه إخلال بسيط هنا، التبسيط يخل، ولكن بشكل عام هذه الفكرة الأساسية، أن نجعل الكمبيوتر يتعلم من نفسه. طبعا فيه فروع كثيرة جدا لتعلم الآلة، وفي أكثر من طريقة ولها أكثر من مدرسة. بشكل عام غالبا يصنف تعلم الآلة تعلم الموجه أو سوبرفايز، وتعلم الغير موجه أن سوبرفايز. في الموجه يتم تلقين البرنامج زي ما ذكرت قبل قليل، تعطيه النتيجة مع المدخل. في التعلم الغير موجه يحاول البرنامج أنه يفصل المدخلات آليا بدون ما تعطيه أي تعلم. فمثلا عندنا أخبار، عندنا موقع إخباري، يحاول أنه يفصل الأخبار إلى رياضية ولا سياسية ولا اجتماعية من نفسه، بدون ما نعطيه مثلا نقول هذا الخبر رياضي، هذا الخبر اقتصادي، ومثل كذا. وتحت كل واحدة في الكثير من الخوارزميات. في أيضا نوع آخر مو موجود في الرسمة، وهو reinforcement learning، هو supervised ذاتي ممكن نسميه، لأن البرنامج يتعلم من البيئة اللي هو فيها. فمثلا السيارة تمشي، سواء روبوت يمشي في الطريق، فهو مثلا إذا ضرب في الجدار يعرف أن هذا الجدار فيتعلم، فهو نوع من supervised learning، ولكنه ذاتي ما يحتاج أن تروح تلقنه من نفسه. في نوع مهم يمكن نحتاج أن نتكلم عنه بشكل سريع، وهو تعلم الشبكات العصبية، خوارزميات الشبكات العصبية. لأن في السنوات الأخيرة انتشرت نوع من الخوارزميات وهي الديب ليرنينج أو التعلم العميق، وهي يعني سبب كثير من النجاحات في مجال تعلم الآلة. التعلم العميق بشكل مبسط هو نوع من الشبكات العصبية، ولكن صارت يعني بشكل أعمق مما كان سابقاً، وبمواصفات يعني ممكن نقول أعقد بشكل، مثلاً صار في أنواع لم تكن موجودة من قبل، وبدل ما كان أول طبقتين أو ثلاث طبقات صرنا نصل إلى عشرات أو مئات الطبقات. فهذا بشكل مختصر التعلم العميق. التعلم العميق طبعاً لأنه النموذج الخارجي يصير معقد، فهو يستطيع أن يتعلم أشياء معقدة جداً في تعلم اللغات الطبيعية وفي رؤية الحاسب تحديداً، لأنها كانت يعني من المشاكل المعقدة التي لم تكن الخوارزميات البسيطة تستطيع أن تحلها. فهذا هو التعلم العميق. يمكن هذه الرسمة توضح ما هي إمكانيات تعلم الآلة. ففي العمود يعطينا مثلا البيانات، أنواع البيانات التي ممكن
أن نتعلم عليها. وفي الخط الأفقي المجالات التي ممكن أن نطبقها عليها. طبعا هذه كلها أمثلة، فمثلا ممكن نأتي بمجالات غير مذكورة هنا. أعطيكم مثال على العمود الأول الهيلث كير أو الصحة. مثلا في الكوانتيتيف الأرقام ممكن الميديكال ريكوردز أو التقارير الطبية ممكن نتعلم منها ونخرج منها بأشياء. التكست نفس الشيء، النصوص، السيجنالز، بتأكلم عن الإي إي جي سيجنال والإشارات الدماغية مثلا ممكن نتعلم منها، والصور كذلك الطبية مثل الام ار اي والرنين المغناطيسي مثلا، والجراف يعني ممكن احد الامثلة ان نعرف القريب وعلاقاته مع الاقارب وانتشار المرض في العائلة ممكن نمثلها في جراف. الجراف تمثيل شبكي ونتعلم منها. كل هذه امثلة على الصحة وممكن تطبق على كل الامثلة المطروحة هنا. يمكن ميزة الجدول يوضح يعني المجال الهائل لتعلم الآلة وكيف نستطيع أن نطبقه في مجالات يعني غير محدودة. الجزء الثاني من المحاضرة بأتكلم عن بعض المجالات وبعض تطبيقات تعلم الآلة لها، ولكن قبل ذلك هذا سير العمل المعتاد في تعلم الآلة قد يتغير من مشكلة لمشكلة، ولكن بشكل عام هذا هو السائد. في البداية نفهم المشكلة ونحدد الهدف من تصميم النموذج أو الخوارزمية، ثم نجمع الداتا إذا لم تكن جمعت من قبل ونصنفها ونرتبها وننظف الداتا إذا صار فيها مشاكل. ثم الجزء تصميم النموذج ممكن نختار الخصائص المميزة أو يصير الخوارزمية نفسها هي اللي تختارها، ثم ندرب النموذج بعد اختيار النموذج المناسب ونقيم النموذج ونتائجه ونختار البارامترز اللي نسميها بارامتر تيونينج. كل نموذج أو خوارزمية لها بعض المعاملات تحتاج أن تضبط. كل هذه يعني من الأشياء اللي نتعلمها في تعلم الآلة، كيف مثلا تضبط المعاملات، كيف تختار النموذج المناسب، كيف تختار الخصائص المميزة، هذه كلها من الأشياء الأساسية. ثم في النهاية deployment أو يعني كيف نضع المنتج في التطبيق النهائي، سواء كان تطبيق جوال أو على سيرفر لموقع أو غيره. فهذا هو سير العمل. ممكن في أي مرحلة نرجع، فمثلا في تصميم النموذج ممكن نكتشف أنه نحتاج بيانات إضافية فنرجع إلى مرحلة جمع البيانات وهكذا. هذه بشكل عام مراحل العمل في تصميم برامج تعلم الآلة. طيب سأتكلم عن بعض التطبيقات هنا. أول تطبيقين والأول بالذات سيكون مفصل بشكل كبير جدا حتى أعطيكم كيف نفكر عندما نصمم برنامج لتعلم الآلة. طبعا في مدرستين الحين، في المدرسة القديمة لا يتزال إلى الآن موجود ولكن خفت بسبب التعلم العميق، وهي تصميم أو الفيتشرز اللي نسميها الخصائص. في كل مشكلة نحاول أن نفهمها ونطلع بأهم الخصائص اللي تساعدنا في حلها يدويا، ونحتاج طبعا لأكثر من تجربة حتى نخرج بأفضل الخصائص. أما التعلم العميق فصار يعني أغلب الخوارزميات هو من نفسه يتعلم الخصائص المميزة لكل مشكلة. ففي الابليكيشنز الاولى هي البايومتريكس او انظمه القياس الحيويه، كيف نتعرف على الاشخاص. في هذا الايرس ريكوجنيشن اللي نسميها القزحيه، وهي الحلقه الملونه في العين، هي تعتبر من اهم واقوى وسائل التعرف على الاشخاص طبعا، وهي افضل من الوجه ولكن اغلى، عشان كذا ما استخدم دائما. حتى التوائم ممكن تفصل بينهم بسهولة. بتكلم عن خوارزمية قديمة اسمها صممها واحد اسمه دوغمان، اسمه آيريس كود. الهدف زي ما ذكرت أوريكم كيف يفكر يعني متخصص تعلم الآلة حتى يحل مشكلة. المشكلة اللي أمامنا كيف نتعرف على الشخص عن طريق بصمة العين.
طبعا هذه الخوارزمية من أشهر الخوارزميات وانتشر استخدامها بشكل كبير. المرحلة الأولى أخذ الصور أو الإيمج أكوزيشن. طبعا زي ما تشوفون في أكثر من مشكلة، في عندنا مشاكل في اهتزاز العين أو مشاكل في نفس عدسة الكاميرا، ممكن تصير الفوكس في مشكلة أو ممكن العين تصير شبه مقفلة، فكل هذه مشكلة تؤثر على تعلم الآلة. في العادة التطبيق العملي يصير فيديو، ما يصير صور ثابتة، والفيديو احنا نختار الصور المناسبة آليا. طبعا في هذا المثال الكاميرا كانت خاصة شوي، الكاميرات العادية احنا نأخذ في الصور في النور العادي، ولكن هذه أخذوها في نور اللي يسمونه نير انفراريد، الأشعة تحت الحمراء، يعني شيء فوقها قليلا، عشان كذا تشوفونها يعني أصفى بشكل كبير القزحية. الخطوة الثانية كيف نحدد أو نقتص مكان القزحية اللي يسمونه segmentation أو localization، يمكن معادلة معقدة، ولكن بشكل عام يعني الهدف من هذه المعادلة نصل إلى نقطة الوسط اللي هي الR، استخدمهم نقطة الأصل الراديوس اللي هو نصف القطر، ونقطة الوسط الإكس والواي. فإذا أخذناها بنعرف الدائرة اللي هي القزحية، ثم نحتاج نسوي مرة ثانية عشان نطلع البؤبؤ، ثم نختص المنطقة اللي تعبر عن القزحية. بعد أن نختص الصورة يصير عندنا صورة دائرية. الخطوة الثانية نأخذ الصورة الدائرية ونحولها إلى صورة مستطيلة، اللي يتذكر في الرياضيات عندنا شيء اسمه polar coordination. احنا عندنا بالعادة الـ X والY هذه يسمونها cartesian coordination، في شيء اسمه polar coordination وهو الدائري، يصير عندنا R وثيتا، يمكن ما نحتاج ندخل بالتفاصيل، ولكن بشكل عام هو أخذها من إحداثيات معينة وحولها إلى إحداثيات ثانية معروفة في الرياضيات، فصار شكلها مثل ما تشوفون شكل المستطيل. فهذه الخطوة اللي يسمونها الكوردينيشن شينج، تغيير الإحداثيات. الحين صار عندنا واضح النقوش والتفاصيل الدقيقة للقزحية. كيف نأخذ الخصائص المميزة؟ في شيء معروف في معالجة الصور اسمه جيبر فلتر. جيبر فلتر يعني فكرته تحاكي طريقة العمل العين البشرية، لأن العين تأخذ الصور ومن أكثر من زاوية ثم تفلترها، فهدف الجيبر أنه يأخذ بأكثر من فلتر، بأكثر من زاوية، بأكثر من حجم. إذا طبقناه على مثال بتشوفون كيف يصير شكله. هذا المثال مثلا نعرف نشوف أنه في كل فلتر إذا طبقناه بنأخذ خصائص تعبر عن زوايا مختلفة من الصورة. بعد ما نطلع هذه الفيتشرز، طبعا هذا المثال الوحيد أعدكم أنه بيصير في تفاصيل دقيقة، بس زي ما قلت عشان أوضح كيف بعض المشاكل يعني نفكر في حلها، وبعضها تكون معقدة بالطريقة هذه. الهدف الأخير هو نحول المخرجات من الجيبر فلترز إلى الكود، نسميه الإنكودينج أو اللي يسميه آريس كود، يصير عبارة عن أصفار وواحد. استخدم هذه المعادلات، ما نحتاج ندخل في التفاصيل، وخرجنا بالماتريكس أو المصفوفة اللي بالتحت. هذه المصفوفة تمثل العين اللي وريناكم إياها في البداية، فيصير كل شخص الحين هذه المصفوفة اللي زي البصمة، البصمة العين له. فإذا صار عندنا عدة أشخاص نأخذ البصمات لهم المختلفة ثم نقارنها، وأقرب واحد يعني طبعا المعادلة هذه XOR، اللي يعرف XOR يمكن حق الحاسب، XOR يعطيك يعني إذا صار عندك واحد وواحد يعطيك صفر، فإذا صار الشيء متماثل يعطيك النتيجة صفر، فكل ما زاد التماثل بين المصفوفتين بتقرب النتيجة للصفر. فالهدف إن نختار أقرب نتيجة للصفر وهي التي تمثل الشخص. يمكن طبعا إذا في أحد عنده أسئلة اكتبوا بالشات ممكن نوضحها. هذا بشكل عام يعني مراحل تصميم خوارزمية آيريس كود. في البيومتركس بعد عندنا الفيس أو تعرف على الوجه، يمكن نمشي بشكل أسرع. في خوارزمية معروفة اسمها LPP،
هذا فلتر احنا نمشي من اليسار، هذه الصوره الاصليه، اذا طبقنا الفلتر على الصوره الاصليه نطلع باللي تشوفونه الصوره اللي بالمنتصف، ومنها ناخذ شيء اسمه هيستوغرام اللي تشوفونه على اليمين. وبنفس فكره البصمه العين، هذه زي البصمه للوجه، ونستطيع ان نعرف الشخص عن طريق قياس المسافه بينه وبين الوجوه الاخرى، ثم ناخذ الاقرب. وهذه واللي قبلها زي ما قلت هي خصائص تم تصميمها يدويا بالطريقه القديمه. وهذه ايضا خوارزميه اخرى، نصمم فلاتر زي ما تشوفون فلاتر سناب شات، تعطيكم اشكال احيانا ممتعه ومرحه، ولكن هنا سووا فلتر على نفس الوجه، فنحن نتعلم على صوره شخص، صور شخص معين، ثم نصمم فلتر. الفلتر هذا اذا طبقناه على الشخص بيعطينا شيء، لو تشوفونه هنا الفارة واضحة ولا لا محمد؟ أخ محمد؟ طيب أنا الفارة واضحة، تشوفون الفارة تتحرك؟ أي أيوة نعم واضحة. طيب هذا الريسبونس كل ما زاد ارتفاعه فهو مقياس على أن الشخص هو نفس الشخص اللي صممنا الفلتر له. فهذه أيضا طريقة أخرى لتعرف على الوجه. طبعا اكثر الطرق منتشره الحين وهي من افضلها حاليا اللي معتمد على التعلم العميق، في اكثر من طريقه، اشهرها فيس نت صممتها جوجل. هذه تتعلم الخصائص اليا زي ما ذكرنا، فيمكن اسهل بكثير من اول، ولكن طبعا مشكله الديب ليرنينج انها تحتاج عدد ضخم جدا من الصور بالملايين، وتحتاج حوسبة فائقة الأداء يمكن ما يستطيع أن واحد أن يحصل عليها. فهذه فيس نت إذا أدخلنا تحاول تتعلم معادلة اللي يسميها دالة، الدالة إذا أدخلنا صورتين لشخص نفس الشخص تعطينا قيمة صغيرة، وإذا أدخلنا صورتين لشخصين مختلفين تعطينا قيمة كبيرة، نفس الفكرة. فهذه ثلاث خوارزميات لتعلم للتعرف على الوجه. ندخل في مجال آخر، المجال الطبي. المجال الطبي في عندنا أكثر من تطبيق لتعلم الآلة، ممكن في دياغنوستيك أو التشخيص، ممكن نحاول نعرف العلاقات بين الأمراض، كيف مثلا إذا صار عندك مرض أو فلاني أو الأعراض فلانية، هل هذا دليل على أنه في مرض فلاني ولا لا، اسمه الكوزيشن، الأسباب والمسببات. هذه أحد التطبيقات، في تستخدم غالبا بروبلستيك جرافيكال مودلز. في تطبيق اللي يسمونه ايمج ريجستريشن، هذه تستخدم في التطبيقات الطبية وغير الطبية. من التطبيقات الطبية صار عندك صورتين مختلفتين، مثلا مريض أخذنا له صورة في السي تي سكان اللي يسمونه الأشعة المقطعية، والام ار اي والأشعة الرنين المغناطيسي، فنحتاج أن نطابق الصورتين فوق بعض علشان الجراح يعرف يطابق الأنسجة مع العظام. فيدوياً صعب جداً أنك تفعله. في خوارزميات تتعرف على الخصائص المميزة لكل الصورتين ثم تطابقها على بعض حتى يعني تكون مطابقة جداً الصورة فوق الأخرى. وتستخدم أيضاً في مثلاً الأقمار الصناعية إذا كان تصوير الأكثر من موداليتي، ممكن الأقمار الصناعية تصور في أكثر من تصوير أشعة جاما ولا تحت الحمراء ولا فوق البنفسجية، ويطابقونها كلها فوق بعض عشان تصير متوازية. من التطبيقات السيجمنتيشن، كيف نقتص الأجزاء المهمة اللي نحتاجها، يمكن تكلمت عنها بشكل بسيط في الآيرس، تستخدم بكثرة في المجال الطبي. ومن التطبيقات ايضا تحليل الاشارات، في شيء عندنا الاي اي جي سيجنال، هذه الموجات اللي من الدماغ، والاي ام جي ايضا من الدماغ ولكن من تعتبر مغناطيسيه، والاي اي جي كهربائيه، الاي سي جي سيجنالز الموجات من القلب. فهذه كلها اشارات ممكن نتعلم منها، من الاشياء اللي مثلا في الاي اي جي تعرف على الصرع قبل ما يحدث، بالاي سي جي في القلب اذا كان في نوبات قلبيه او بعض الامراض القلبيه نحاول نتعرف عليها من الاشارات. هذه بعض الامثله الطبيه لتعلم الاله. طبعا زي ما تشوفون لها اكثر من نوع مدخلات، بعضها هذه مثلا اشارات تعتبر،
وبعضها صور وبعضها نصوص وبعضها أرقام. من التطبيقات معالجة اللغات الطبيعية؟ التعرف على الكلام، أغلبكم تستخدمون سيري ولا جوجل أسيستنت، هذه كلها تطبيقات تتعرف على الكلام، أنت تتكلم ثم يحاول أن يحول هذا الكلام إلى نص. يمكن أنتم ما تشوفون النص في المساعد الشخصي، ولكن هو يحولها لنص ثم يفعل بعض الأشياء الأخرى، مثل أنه يبحث عن شيء معين. فاحنا نعالج الموجة الصوتية، ثم يصير عندنا نموذجين، في شيء اسمه النموذج الصوتي، هذا يحاول أن يتعرف على طريقة النطق في الكلام، وعندنا النموذج اللغوي. فإذا قلت مثلا السلام عليكم، ما أعرف بالضبط السلام، مثلا السلاء بدون الميم، فهو يروح اللانجوج موديل أو النموذج اللغوي ويقول وش أقرب احتمالية أن هذه، مثلا يجيب لك أقرب الكلمات احتمالية السلام عليكم ممكن تصير أو شيء آخر على حسب السياق. فبتعرف على الكلام غالبا يصير عند النموذجين هذه بنفس الوقت حتى نخرج بنتيجة أفضل. في شيء اسمه الـ OCR أو Optical Character Recognition، عندنا مستندات إذا صورناها كيف نحول الصورة إلى نص قابل للتعديل. هذه ممكن تستخدم في تحويل الوثائق أو زي ما تشوفون بعض التطبيقات يعني لو ممكن تخطر على بال واحد فاتورة مثلا، هذا تطبيق واحد سواه عشان يصور الفاتورة ويجمع مصروفاته اليومية. من التطبيقات تلخيص النصوص، فإحنا نأخذ نص كبير ثم نخرج بالخلاصة. ممكن طبعا في طرق كثيرة تلخيص النصوص، بعضها حتى تخرج بالكلمات المفتاحية فقط حتى يعني نفهرس النص بطريقة أفضل. من التطبيقات أيضا المستخدمة بكثرة ترجمة الآلية من لغة إلى أخرى، الحين الأكثر المنتشر شيء باستخدام التعلم العميق يسمونه sequence to sequence model. يصير عندنا الموديل الأول encoder يرمز اللغة الأولى، والديكودر يفك ترميز اللغة الهدف. فهذا من التطبيقات المهمة لتعلم الآلة. وأيضا تصنيف البريد الإلكتروني إلى مزعج أو غير مزعج، إلكتروني أو حتى يعني في كل المنصات الإلكترونية مثل تويتر أو واتساب أو فيسبوك، كلها تستخدم نوع من السبام فلترين. وتعرف على المشاعر، يعني إذا كان عندك نص سواء كان في وسائل التواصل أو مراجعات المنتجات، نحتاج أن نعرف هل الكتابة هذه إيجابية ولا سلبية ولا محايدة. هذه تساعد كثير في تقييم تجربة المستخدم. من التطبيقات أيضا استرجاع المعلومات، يمكن أشهر شيء إحنا نستخدمه دائما محرك البحث. فهذا المثال أخذته من جوجل، إذا كان عندك ثلاث جمل كلها تستخدم كلمة change، ولكن change الأولى معناها تبديل، والchange في المعنى الثاني change تغيير العملات، تبديل العملات، والمعنى الثالث adjust اللي هي تعديل. فكل واحدة لها معنى مختلف تماماً معنى مستخدم نفس الكلمة. فالهدف كيف نعرف معنى الكلمة من السياق، هذا شيء مهم جداً في تطبيقات مثل محركات البحث. أيضاً البحث عن صورة عن طريق محتواها، فحنا هذه أيضاً موجودة في جوجل، أن تسحب الصورة ويجيب لك الصورة الأقرب لها، ما يحتاج مثلاً تكتب زي هنا مثلا تبحث عن نمر، ما يحتاج تكتب نمر، ابحث اسحب الصوره ويجيب لك صور القريبه لها مثل النمر مثل هذه مثلا. فهذا ايضا مهمه جدا، زي ما تشوفون بالمثال هذا، هذا تطبيق طبي فيه نظام استرجاع بيانات كونتنت بيس ريتريفل، في اكثر من موداليتي. الموداليتي يعني زي صور نصوص او ارقام. الطبيب ممكن يبحث عن طريق صورة أو عن طريق مرض معين، والنظام يرجع له أقرب الأبحاث العلمية للشيء اللي يطلبه، فيتدمج أكثر من موداليتي أو نوع، صور ونصوص وأرقام. في المجال الزراعي طبعا لها أكثر من تطبيق أيضا، هذا يمكن تطبيق بسيط
هذا regression analysis إذا كان عندنا مدخلات نحاول نتوقع المحصول في السنة الحالية. المدخلات ممكن تصير معدل المطر والدرجات الحرارة والرطوبة العليا والدنيا وأشياء كثيرة مثل الرطوبة والتربة والسماد وغيرها. ممكن أن أتمت العملية بشكل أكبر عن طريق صور الأقمار الصناعية مثل هذا البحث. يأخذون صور الأقمار الصناعية على مدى أيام كثيرة أو وزي ما تشوفون في الصورة هنا يعطيك المحاصيل لكل شهر، وبناء عليه ممكن تتوقع المحاصيل بناء على السنوات السابقة. في هذا التطبيق اكتشاف أمراض النباتات وهي مشكلة كبيرة جدا للمزارعين، وفي تطبيقات مرت علي في أفريقيا كانت على الجوال، فمن الجوال ممكن المزارع يصور ويتعرف على طول على المرض. في أمراض متنوعة، يمكن ما هي بخبير نباتات، ولكن يمكن هذه بعض الأشياء البكتيرية أو الفيروسية اللي ممكن تصيب النباتات. من التطبيقات أيضا التعرف على النباتات الضارة أو الحشائش الضارة. في بعض الشركات الحين تبيع روبوتات تمشي في الحقل وتتعرف على النباتات الضارة وتشيلها آليا، زي ما تشوفون هنا في تعرفت عليه ممكن الروبوت يلقط على طول. وهذا مثال، يعني لو تشوفون اللي على يمين النباتات الضارة هي المعلمة بالأخضر، فحنا الحين نعلم نموذج تعلم الآلة أنه هذه الصورة الأصلية وهذه الأماكن فقط هي الأماكن حشائش الضارة، فنحاول ندرب النموذج أنه يتعلم ويتعرف عليها آليا. في البنوك والأمور المالية يمكن أهم التطبيقات الفرود ديتكشن أو اكتشاف الاحتيال، وتستخدم بكثرة. فيزا تستخدمها دائما يوميا عشان تعرف العمليات المشبوهة وتمسكها أو توقف حسابك إذا صار في مشكلة. الفرود ديتكشن ليس فقط في الأمور المالية، حتى ممكن في الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية أو التقاعد، يعني الاحتيال أساليبه كثيرة. فبهذه الطرق ممكن نتعلم حتى نكتشف المحتال ونتعرف على أنماط الاحتيال. التطبيق الأخير في الـ IoT أو الاندستريال IoT أو اليوتيليتي مثل الكهرباء والمياه، كيف نتعرف على المشاكل قبل حدوثها. صار عندنا أجهزة كثيرة، الأجهزة أغلب الأجهزة الحديثة فيها حساسات تقيس الحرارة والضغط والاهتزازات. عن طريق هذه القياسات ممكن نتوقع إذا كان بيصير فيه خلل ولا لا قبل ما يصير، وحتى ممكن نسوي صيانة قبل ما يصير الخلل حتى يعني نوفر يعني تكاليف الجهاز إذا أطفأناه بعد أن يحدث الخلل. فالعملية نأخذ البيانات من السنسورز هي الحساسات، ثم يصير عندنا نموذج دربناه مسبقا يتعرف على الخلل إذا حدث. ممكن أيضا ما يصير عندنا نموذج، ولكن يصير عندنا unsupervised learning زي ما تذكرون. unsupervised كيف نخلي النموذج يتعلم من نفسه؟ حنا نقدر نقول شوفوا يا النموذج هذه الحالة الطبيعية للجهاز، إذا صار في خلل غير القيم المعتادة فأرسل الإنذار. فهذه ممكن نسميها unsupervised. يصير عندنا بيس لاين، إذا طلعنا البيس لاين يعني statistical أو بشكل إحصائي كبير يعطينا إنذار. زي ما تشوفون يعني عندنا تطبيقات كبيرة جدا. طبعا اللي شرحته فقط جزء من الأشياء اللي مستخدمة حاليا، والمجال يعني كبير جدا وليس له حدود. أتكلم عن التطبيقات، ولكن الذي له حدود هي إمكانيات تعلم الآلة. يعني كل الناس دائما يسوقون لتعلم الآلة على أنها شيء يعني محاكي للعقل البشري، ولكن يعني لا نزال أمامنا طريق طويل جدا حتى نصل إلى مرحلة العقل البشري. أول المشاكل أن عشان ندرب كل نموذج نحتاج وقت طويل جدا، خاصة في نماذج التعلم العميق في بعضها تصل إلى أسابيع أو شهور للمشكلة الواحدة. أيضا
أغلب التطبيقات حاليا إن لم يكن كلها يسمونها نارو أبليكيشن أو نارو أي آي، يسمونها يعني الذكاء الضيق. فمشكلة التعرف على الوجه لا تستطيع أن تحل إلا التعرف على الوجه فقط، ما إذا أعطيناها الآيرس العين اللي سويناها قبل ما متعرف عليه. فحنا الحين حلينا مشكلة بشكل جيد جدا، يعني حتى ممكن يحاكي البشر أو يتفوق عليهم، ولكن في نطاق ضيق جدا. فهذه يمكن أهم الحدود اللي نحتاج نفهمها. كثير من الخوارزميات صندوق أسود، ندخل إلى المدخلات ويعطينا المخرج، ولكن لا نعرف كيف وصل إلى هذه النتيجة. التعلم العميق أحد هذه النماذج. في بعض الخوارزميات زي الـ Decision Tree والـ Regression أو Logistic Regression ممكن نعرف الخصائص اللي ساعدتنا على الوصول إلى الحل، ولكن التعلم العميق بشكل عام وهو المستخدم بأكثر شيء الحين لا نستطيع بشكل جيد. في أبحاث الحين تحاول أن نصل إلى تفسير النموذج، ولكن لا نزال يعني لم نصل إلى حل كامل. أغلب الخوارزميات يمكن كل اللي عرضتها إلا بالبروبابليستيك جرافيكال موديل تتعرف على العلاقات ولا تستطيع حل المسببات أو معرفة المسببات. فحنا مثلا إذا أعطينا خصائص مثلا صورة وجه، خلينا نشوف صورة الوجه، أعطيناك صورة وجه وقال أنت فلان، على أي أساس عرفت أني أنا فلان؟ ما أقدر أفسره. مثلا حقة الزراعة عندنا خصائص مثلا إذا زاد المطر ولا زادت الرطوبة ولا التربة ولا الأسمدة، عندنا خصائص معينة عطاني مثلا اليلد أو المحصول المتوقع، ولكن هل فيها هذه العلاقة؟ هو أعطاني العلاقة الحين، ولكن هل مثلا زيادة المطر هي المسببة مثلا ولا لا؟ أو هل في مسبب بين زيادة المطر وخصوبة التربة؟ لا، هذه كلها أشياء ما نعرفها. البروبابليستيك جرافيكال موديل نستطيع أن نحاول أن نصل إلى المسببات نوعا ما، ولكن أغلب النماذج لا نستطيع، فقط نعرف العلاقة بين الخصائص والمخرجات. احنا نتكلم عن تعلم الآلة ما نستطيع ان نستخدمه بشكل جيد في التخطيط ولا في البحث مثلا، زي ما تكلمنا عنه. الذكاء الاصطناعي في فروع كثيرة، منها البحث، منها التخطيط، منها الذكاء الاصطناعي، منها تعلم الآلة. فتعلم الآلة له حدود معينة، ليس هو الافضل في المنطق والتخطيط والمشاكل هذه. ايضا من الحدود ان تحتاج بيانات تدريب ضخمة جدا، خاصة في التعلم العميق، وهذا تحتاج أيضا وقت وأجهزة قوية جدا للتعلم. أيضا تعليم هذه البيانات أو الليبلينج، مثلا زي النباتات، أعطيناك صورة نبات، نحتاج شخص يحدد لنا النبات الضار. هذه عملية تأخذ وقت طويل ومجهد ومكلفة أيضا. البايس أو الانحياز في البيانات، هذه مشكلة يعني البشر قد يخطئون في تعليم البيانات، والخطأ هذا سيدخل إلى النموذج الذي سندربه بناء على هذه البيانات، وهذه مشكلة كبيرة أيضا في تعلم الآلة. الخوارزميات التي تدرب على مشاكل مختلفة صعب جدا أنك تجعلها تشتغل مع بعض، فكل تطبيق ندربه على نطاق ضيق، ولكن يصعب أن ندمج بين نطاقات مختلفة بشكل سهل. والنقطة الأخيرة وأيضا منتشرة في السنوات الأخيرة اللي يسمونها adversarial attacks، فيه الحين هجمات ممكن نهجم على بعض الشبكات العصبية أو deep neural networks. نقدر على سبيل المثال نقدر ندخل صورة ونغير فيها شيء بسيط غير واضح للعين البشرية، ولكن نستطيع أن نخدع فيها النموذج فيخرج بنتيجة خاطئة. بعض الاتاكس حتى يسمونها pixel attack، حتى نغير pixel واحد ونخدع النموذج. يمكن هذا أكبر مثال يوضح الحدود أو الفرق بين تعلم الآلة والعقل البشري، فرق شديد واسع جدا
ويمكن نلخصه في هذه الجملة: learning is not understanding. هذه أهم نقطة يمكن نحتاج أن نفهمها في limitation أو حدود تعلم الآلة. تعلم الآلة يتعلم الأنماط أو ولكن لا يفهمها، شيء أقرب إلى الحفظ. يمكن هذا اللي يمكن ممكن نوضحها. أندرس هو لا يفهم. لو أعطينا صورة سيكل، لو رسمنا صورة سيارة برسم بسيط جدا ثم أعطينا سيارة حقيقية لن يتعرف عليها، ولكن إذا أعطينا طفل الصورة نفسها ورناه سيارة حقيقية سيتعرف عليها. يمكن هذا يختصر الفرق بين التعلم والفهم. هذا ما عندي، وشكرا لكم على استماعكم. وإذا كان عندكم أسئلة ومداخلات يمكن الأخ محمد يساعدنا فيها. الله يعطيك العافية دكتور. صراحة الأسئلة كثيرة يعني في الشات، فأتمنى أنه اللي لأنه ما شاء الله الأسئلة كثيرة، فاللي كتب سؤاله وراح علينا فوق يحاول أنه يعيد يكتب السؤال مرة ثانية. دكتور، يعني يمكن أكثر الأسئلة، في سؤال تكرر كثير يقول: ما هي تطبيقات تعلم الآلة في التعليم؟ يعني أنت ذكرت المجال الطبي والزراعي وتقريبا عدة مجالات، فالمجال التعليم نفسه والتدريس يعني وتعلم الطالب، ما نصيبه من تعلم الآلة؟ طبعا بتكلم على الأشياء اللي سمعتها، أنا غير مختص في التعليم، طبعا غير مختص في أشياء كثيرة تكلمت عنها. التعليم من الأشياء اللي مرت علي التعليم المخصص، فيصير يعني يتحدثون الحين عن أشياء الطالب. طبعا من المشاكل اللي نعرفها جميعا أن الحين الفصل فيه 20 أو 40 طالب كلهم نحدثهم نفس الطريقة، وهذا غير صحيح، لأن كل طالب له طريقة استيعاب مختلفة، قد لا يكون ذكاء مختلف ولكن طريقة استيعاب مختلفة، فبعضهم بصري بعضهم حسي، تعرفون الأشياء هذه. فكيف نصل لكل طالب بالطريقة المناسبة له في التعلم؟ هذه من الأشياء اللي قد سمعت أنهم يبحثون فيها. جميل. في شيء موجود أظن يطبق الحين في الصين، الفصول الكاميرا تعلق في الفصل، يمكن فيها مشاكل أخلاقية بس نتكلم عنها بشكل عام. نتعرف على الطلاب كلهم الموجودين في الفصل ثم يعطيك تقرير عن كل طالب، حتى مثلا لو طالب تثاءب ولا جاه نعاس ولا سوى اي حركه مركز يعني. صحيح، مركز او غير مركز كلها تسجل، بس انا ما ادري عن اخلاقيتها هل هي صحيحه ولا لا. هذه تطبيقات، هذه يمكن اللي يحضرنا الحين. جميل. طبعا الان يمكن ظهر الان منصات جديده للتعلم، يعني تقوم بناء على مدخلات الشخص، فالشخص مثلا يدخل الأشياء اللي هو يرغب في تعلمها مثلا في مجالات معينة، وبناء عليه يقترح له دروس معينة أو يقترح له كورس معين ويجمع له، يعني ما في كورس محدد، يعني ممكن يجمع له أكثر من درس من أكثر من دورة بحيث أنه تحقق المهارة اللي هو يحتاجها بالضبط فقط. يعني تقريبا هذه من الأشياء اللي ممكن أنها تكون في المجال هذا برضه دكتور. ممكن يمكن يصير في شيء موجود، ما أدري والله. هو فيه تقريبا موقع لينكد إن، تقريبا في عندهم المنصة التعليم الخاصة فيهم تطبق هذا النوع من التعلم اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. إيه ممكن. دكتور بس معلش يعني لغير، لو تشرح لنا لغير المختصين، يعني أنت ما شاء الله بحكم تخصصك، فحنا يعني كغير المختصين لو يعني تشرح لنا بشكل مبسط ما هو تعلم الآلة؟ وش الفرق بينها وبين التعلم العميق؟ ولا هم اثنين زي بعض ولا ايش الفرق؟ التعلم العميق احد خوارزميات تعلم الآلة. تعلم الآلة في خوارزميات كثيرة، من اشهرها والمعروفة اسمها خوارزميات التعلم، الشبكات العصبية اذا سمعتوا عنها، نيورال نتوركس. التعلم العميق هو أحد أساليب الشبكات العصبية ولكن بطبقات وحجم أكبر، يمكن هذا هو. فبشكل عام يمكن إذا كان الجواب، التعلم العميق هو جزء من تعلم الآلة وليس شيء آخر. طيب في سؤال هنا يقولك: ما الفرق بين تعلم الآلة وتنقيب البيانات؟ تنقيب البيانات هذه تستخدم
فيها تستخدم تعلم الآلة، ولكن غالبا ما نسمعها إلا في مجالات الـ databases. يعني يمكنها سير عمل أكثر من أنها خوارزميات، فهمت المقصد؟ يصير pipeline كامل من استخراج البيانات وتنظيفها واستخراج الأنماط والتعلم الآلي. ففي data mining فيها تعلم الآلة غالبا يستخدمونها، ولكن يستخدمونها كأداة. يمكن هذه أفضل طريقة أشرح. طيب فيها بعض الأسئلة دكتور، لو تفتح الشات ممكن تطلع عليها، لأن قد تكون بعضها نوعا ما تخصصية. في الشات وفيها question and answers. لا الشات لا، افتح الشات. ما شاء الله، وش بدي؟ في شيء معين يعني في الأخير؟ طيب فيه هنا برضو يقول هل كل تخصص، هل كل متخصص بالذكاء الاصطناعي أو ينطلق من علم البيانات؟ لا يعني ده السؤال زي كذا، يعني السؤال ما هو واضح يعني. ما أدري، ولكن علم البيانات يمكن مصطلح حديث جديد، يعني ما له يمكن 10-15 سنة، ولكن يستخدمون بعض تعلم الآلة. الذكاء الصناعي وتعلم الآلة مجال أكبر كثير، وهو تحت علوم الحاسب، يمكن مجال أكاديمي أكثر من علم البيانات. يستخدم تعلم الآلة ولكن كأداة غالبا. طيب دكتور، أنت ممكن شفت الهاشتاج اللي ظهر قبل فترة، صورتك وانت شايب. أنا في أحد صورني وأنا شايب. ما أدري. في تطبيق الآن انتشر اللي هو الفيس آب، ويقول لك جمع ما يقارب خلال الأسبوعين اللي راح تقريبا 80 مليون مشترك، رقم مهول جدا. هل هذا التطبيق، يعني طبعا في ناس أصحاب الأمن السيبراني يحذرون منه أنه يسمح لك، يعني يطلب منك أنك تسمح له أنه يدخل على الصور والخاصة فيك وكذا ويحملها، يعني كنوع من التجسس. فهل هذا التطبيق يعتمد على تعلم فكرة تعلم الآلة؟ الإجابة الأولى، هل يسرق الصور ولا لا؟ مو بشرط أصلاً أنه يدخل على الصور اللي عندك. في طريقتين إذا سوينا نموذج تعلم الآلة، إما نحطه على الجوال عندك أو نحطه في سيرفر عندي وأنت ترفع الصورة عنده. فاللي يقولون حقنا سابق سكرت أنك أنت يضغط الصورة فهو يرسلها للسيرفر حقهم، صح؟ وإذا وصلت عندهم عاد خلاص يقدرون يسوون اللي يبون فيها. أي لأنه هو التطبيق يحتاج إنترنت. إيه إذا يحتاج أكيد أن نرسله للسيرفر، لأنه في ممكن نقدر نحطه على الجوال لو نبي. تستخدم تعلم الآلة في شيء اسمه GAN أو GAN algorithms. هذه GAN generative adversarial networks. هذه الصور تولد لك صور معينة، فأنت إذا دخلت شكلك يولد صورة شكلك وأنت كبير، فهذا نوع من أنواع خوارزمية التعلم العميق. أسهل لغة يمكن استخدامها في تعلم الآلة؟ بايثون. والآر دكتور؟ آر حبايبنا، بس أنا ما أنصح فيها. آر جيدة في علم البيانات، إذا كانت بتطلع بعض الإحصاءات وبعض الجرافز. بايثون يعني بحكم أني مبرمج من تخصص علوم حاسب، نستطيع أن نصنع تطبيقات متكاملة، مواقع إنترنت، فيعني من البداية للنهاية نصلح كل شيء فيها. غير أن السبورت من الكوميونتي أو مجتمعات تعلم الآلة، الأبحاث العلمية أغلبها أو كل اللي يعرفها تنشر في بلغة بايثون. R للإحصائيين، إذا في إحصائيين أكيد يحبون R، ومجتمع الإحصائيين كثير في R. يمكن إذا كنت إحصائي أكيد أرى أنسب لك، إذا كنت علوم حاسب بايثون أفضل لك. طيب دكتور، طبعا في سؤال برضو متكرر، ما هي المراجع أو الكورسات التي تنصح فيها الطلاب لتعلم أساسيات لغة الآلة؟ هذا أعتقد أن الإجابة إليها يحتاج لها يعني مصادر وزي كذا. ممكن دكتور بعد المحاضرة إذا عندك وقت أنك ممكن ترد على تغريدة الندوة حقنا الليلة بالمراجع والمصادر اللي ممكن تضيفها بخصوص هذا الموضوع. إيه في شيء قد سويته قبل، أتوقع أنه للحين مناسب يعني.
ممتاز. المساعد الشخصي يدخل ضمن تطبيقات تعلم الآلة صح ولا لا؟ في أكثر من تطبيق مساعد شخصي، في تعرف على الصوت، فيه يسمونه السينثسايزر إخراج الصوت يعني تكست تو سبيتش من النص، الجزء الأول من الصوت إلى نص، الجزء الثاني من النص إلى صوت، حتى هذا نستخدم تعلم الآلة. ثم اللي بالوسط الكويشن اند انسرينج، عندك سؤال كيف تجاوب عليه بأفضل طريقة، وفي أكثر من شيء طبعا، في نماذج كثيرة، كل هذا تعلم الآلة. في عند كثير من الناس عندهم تخوف من الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وأن الآلة أصبحت تنافس الإنسان في الوظائف، يعني كيف تشوف مستقبل الوظائف مع هذه التطورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق دكتور؟ والله هذا سؤال يحتاج محاضرة كاملة. بس في مدارس كثيرة الصراحة، أنا ما عندي جواب واضح. البعض يقول إنه يعني تتغير طبيعة الوظائف، هذا أتفق معهم، ولكن في وظائف أكيد ستختفي. إلى أي مدى صراحة فيه يعني نقاش كبير جدا، ما ندري إلى أي مدى تستطيع الآلة أن تصل، يعني حتى الخبراء على مستوى العالم ما في أحد اتفق عليه. طيب. ما أشوف أن الواحد يحتاج يخاف ولا شعر منه. هو ممكن في وظائف راح تختفي، لكن أكيد في وظائف راح تظهر. فيقودنا هذا السؤال، ما هي الوظائف اللي ممكن يعني تؤهل لها تعلم الآلة؟ يعني مثلا لو واحد مثلا استفاد من تعلم الآلة ودرس تعلم الآلة وتخصص فيها أو الذكاء الاصطناعي، كيف مجال التوظيف حيكون معاه؟ أو ما هي المجالات اللي ممكن يتوظف فيها؟ طيب في بالنسبة للتوظيف، المشكلة لازم نصير واقعيين، في العالم العربي غير الأكاديمية صحيح، آخر واحدة سألت يمكن هي اللي جابتها على الجرح، أكثر شيء موجود الوظائف الأكاديمية الأبحاث، الشركات زي جوجل وفيسبوك وغيرها، انفيديا، الشركات العالمية كلهم عندهم مراكز أبحاث، مراكز الأبحاث هي اللي طلع التطبيقات اللي تشوفونها، متحدث آلي، تعرف على الأصوات، الكلام. إحنا للأسف الشركات اللي عندنا ما عندنا مراكز أبحاث، ما أعرف شركات بالسعودية إلا يمكن واحدة الحين تحضرني فيها فعلا تعلم الآلة يستخدم داخليا وتبني منتجات تعلم الآلة، ما أعرف غيرها. فهذه المشكلة حاليا، أنا أشوف تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لا يوجد إلا أكاديميا حاليا، ولكن في شيء اسمه الداتا ساينس أو الداتا أناليسز والفيجواليزيشن، هذه مجالات تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة، ما تحتاج أنك تروح تصمم مثلا شيء جديدة ولا تدخل في تفاصيل الرياضيات المعقدة، فتستخدمها كأداة. هذه موجود بعض الشركات بدأت تدخل فيها. فيه أحد الأخوات سألت تقول عملت مشروع تخرج في التعلم العميق وحابة أتعمق أكثر في المجال، بماذا تنصحني؟ أخذت كورس؟ عملت مشروع تخرج في التعلم العميق وحابة تتعمق أكثر في هذا المجال، بماذا تنصحها؟ أفضل نصيحة التجربة، حاول تطبقين أكثر شيء تقدرين عليه. في مثلا منصة كاجل اللي يعرفها، KAGGLE، هذه فيها تحديات كل فترة، فيها قواعد بيانات كثيرة، ممكن تدخل لأحد المشاكل تحاول تحلها، اللي كتبها آخر واحد صحيح، وفيها مجتمع نشيط جدا، إذا صارت له مشكلة تقدر تسأل ويجاوبون عليها. أنا أشوف أنه أفضل مجال الحين، بعدين ممكن تسوي أي شيء خاص فيها، يعني تطبيق جوال مثلا، أو يعني المجال مفتوح وكبير جدا. في سؤال، هل يمكن استخدام تعلم الآلة لتشخيص الاضطرابات النفسية والعقلية عن طريق رسم الدماغ؟ أذكر أنه في بعض الأبحاث، بس أني ما أدري صراحة نتائجها هل هي جيدة ولا لا، ما أدري والله، بس في أبحاث.
في سؤال هنا، هل تم استخدام التعلم العميق لتصنيف النصوص العربية أم فقط على مستوى تعلم الآلة؟ إيه موجود، إيه موجود. فيه موقع معين مصدر ممكن يرجع له السائل أو السائلة؟ تصنيفها يعني زي وشو، تحليل المشاعر مثلا؟ لا، تصنيف النصوص العربية، النص العربي. تصنيفها إلى وشو مثلا؟ تحليل المشاعر يعتبر تصنيف نصوص، تصنيفها إلى مشاعر. بس وش التصنيف؟ طبعا شيء ممكن تصنيف اخبار ولا تصنيف يعني، بس التصنيف بشكل عام موجود، إيه العربي وقديم، من المسائل يعني مو بصعبه مره، من سهله الى متوسطه. لو تبحث في العربي، اظن لو تبحث في جوجل تلقى يعني اشياء في التصنيف العربي. طبعا هنا في سؤال يقول هل تعلم الآلة يختلف عن التعلم عن بعد؟ ما أدري، ما سؤال ما له طبعا تقريبا يمكن ما له علاقة. أي ما له علاقة. هل كمية البيانات اللازمة؟ والله أسئلة كثيرة صراحة دكتور، لكن نحاول حنا يعني ما نختصر على. في سؤال هنا يقول هل كمية البيانات اللازمة لتدريب التعلم العميق أكثر من كمية البيانات اللازمة لتدريب باقي النماذج للحصول على نفس الدقة؟ هذه الثانية، هل كمية البيانات اللازمة؟ ما أدري في المعنى من الحصول على نفس الدقة. الهدف دائما نخرج بدقة أكبر. التعلم العميق بشكل عام ما أدري صراحة، السؤال هذا مو واضح، ولكن التعلم العميق عشان نخرج بدقة غالبا أكبر. الهدف أصلاً أن نستخدم التعلم العميق أن نتعلم نماذج معقدة. النماذج المعقدة تحتاج بيانات أضخم بكثير من النماذج العادية. يمكن هذا يمكن الجواب بشكل عام، طبعاً تعطينا نتائج أفضل مفترض. في هنا سؤال الأستاذة هيفاء الحربي تقول كمعلمة أو كمعلم كيف أحقق رؤية 2030 عن طريق تعلم الآلة؟ هذا ياتي السؤال الاول اللي هو تطبيقات التعلم الآلي في التعليم. يعني تعتمد على صراحه خيالك. يعني احنا اذا عرفنا امكانيه تعلم الآلي وحدودها، وممكن يعني نحاول نفكر ببعض التطبيقات اللي تتواءم مع رؤيه 2030. بس ما في شيء، يعني الآلي من نفسه مو مسوي شيء، يعني البشر هم الذين يقودون التغيير غالبا. ما هي فرص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي؟ اللغة العربية. اللغة العربية. يعني طبعا في كل شيء، كل اللي ذكرته موجود، بس عشان نصير يعني في وضع تنافسي، اللغة العربية يمكن غير مخدومة بشكل كبير. هل بالإمكان إدخال الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء؟ يكون في قاضي يعني تدخل مدخلات يعني المدعي والمدعى عليه، وبعدين الكمبيوتر يطلع لنا الحكم. شو رأيك دكتور؟ هذه ما أتوقع أنه في شيء يعني موجود في بعض الحالات الصراحة. في حالة أحس أنه ممكن تطبق، ولكن ما أتوقع أن أقدر أقولها الحين ومناسبة. يعني في سؤال يتكرر كثير، يعني ما الفرق بين تعلم الآلة وتحليل البيانات؟ تحليل البيانات الهدف الأساسي أن يصير عندنا بيانات معينة، نحاول أن نخرج يسمونه الإنسايت، ترجمتها مش ترجمة إنسايت، الرؤى، صحيح جزاكم الله خير. نخرج برؤى معينة. أنت عندك شركة مثلا، عندك مؤشرات الأداء، عندك بعض الأمور، فودك طبعا في أكثر من مجال ممكن تعرض على لوحة معلومات، هذه يسمونها descriptive analytics، التحليلات الوصفية. ممكن تدخل إلى التعلم العميق وتخرج بالتحليلات التنبؤية، تحاول أنك تتنبأ ببعض الأمور المستقبلية.
تحليل البيانات ممكن تحاول تعرف العلاقة بين الأشياء، ليش مثلا السنة هذه كان الربح زيادة، ليش أكثر من السنة اللي فاتت، وش الأسباب، كل هذا يدخل في تحليل البيانات. مو بشرط في ذكاء صناعي أو تعلم الآلة، ولكنك من البيانات تحاول أنك تفهم أو تجيب عن بعض الأسئلة اللي لها علاقة في البزنس. ما العلاقة بين الإنسان الآلي وتعلم الآلة؟ هي الإنسان الآلي قصدك الروبوتات صح؟ هي مجال مستقل، ولكن ممكن يستخدم بعض أشياء تعلم الآلة. السيارة ذاتية القيادة مثلا، طبعا الإنسان الآلي مو بلازم على رجلين، احنا روبوتات يعني ممكن سيارة تصير، ممكن تستخدم الكاميرات مثلا وتحاول تعرف الأشياء اللي في الشارع، هذا تستخدم تعلم الآلة. ولكن الروبوتات بشكل عام أو الإنسان الآلي في أشياء كثيرة، مجال مختلف، في ميكانيكا، في إلكترونيات، في مثلا تخصص اسمه التحكم، كل هذه خارج نطاق الذكاء الصناعي. فيه دكتور سؤال يتكرر كثير، يعني يقول هل هذا التخصص مستقبل وظيفي جيد؟ يعني تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي بشكل عام، زي ما قلت يمكن أجبت عليها، عالميا عليه طلب شديد جدا، طبعا المميزين مو بأي واحد. بالسعودية ما أشوف أنه في شركات كثيرة تطلبهم، ولكن أكاديميا يمكن عليهم طلب، بيصير عليهم طلب إذا صار عند الشركات المحلية عندهم أبحاث، مراكز أبحاث وتطوير أو تعاون مع الجامعات زي الدول اللي برا، ممكن ذاك الوقت يصير عليهم طلب. هل في عندنا مثلا هنا في المملكة أو الخليج أو الوطن العربي بشكل عام جامعات أو شركات تطبق مفهوم التعلم الآلة؟ تدرس قصدك؟ لا تطبقه، يعني في تطبيقات أو أنتجوا تطبيقات في هذا المجال؟ أغلب اللي أعرفهم شركات ناشئة، فيه موجود في بعض صراحة أسماء وما تحضرني، لوسيدي عندهم تحليل التواصل، وسائل التواصل، في شركات الناشئة غالبا لأنهم أكثر مرونة، ففي عندهم أفكار جميلة، بس أنها يعني تصير صغيرة، يعني ما تصير بشكل كبير جدا، بس أنا ما يحضرني الشركات الكبيرة شيء. طيب دكتور، في سؤال شوية ممكن متخصص، وش الفرق بين التعلم الخاضع للإشراف والغير خاضع للإشراف؟ الخاضع للإشراف حنا نلقن الجهاز، نعطيه مثلا بيانات ونقول مثلا، قلنا تعرف على المشاعر، عندنا 1000 جملة، مقابل كل واحدة نقول هذه الجملة مثلا إيجابية ولا سلبية، احنا نعلم الجهاز الجملة والمقابل لها، هذا الخاضع للإشراف أو الموجه احنا نسميه. الغير موجه أو الخاضع للإشراف زي ما ذكرت لك مثال، نعطيه موقع إخباري، هو من نفسه يفرق بين الأخبار بدون ما نعرف، فهو يعطيك الأخبار الرياضية مثلا يجمعها في مجموعة واحدة، ونفس الشيء الاجتماعية والسياسية يجمعها، ولكن لا يعرف بالضبط ما هي. فالغير خاضع الإشراف يعني يتدرب من نفسه. دكتور، لما نذكر كلمة يعني تعلم الآلة، ما المقصود بالآلة؟ هل هو البرنامج؟ هل هو روبوت؟ هل هو طبعاً هي مش الكمبيوتر حاسب، هل هو بحث ولا هو الحاسب بشكل عام؟ الحاسب برنامج زي ما نبرمج في الحاسب، أو مو بشرط الحاسب، نسمي أي جهاز حاسوبي، ممكن يصير جوال يعني، ولا ممكن يصير فحنا غالبا ندرب النموذج ونحطه على جوال ولا جهاز محمول، ولا أو حتى يعني جهاز صغير ممكن نحط فيه كاميرا مثلا، ولا ممكن روبوت يعني مثلا. ذكرت دكتور انه في في مدخلات وفي مخرجات، ويخرج لنا في الاخير النموذج صح في بداية المحاضرة.
هل ممكن تعلم الآلة يعني تعطينا نتائج جديدة أو غير متوقعة ما قد حدثت من قبل؟ مثل وشو؟ معلش ما فهمت السؤال. مثل إيش؟ سمعت أنا قصة قبل فترة إن جوجل علموا المترجم إنه يترجم من اللغة الإنجليزية إلى اليابانية، وعلموه إنه يترجم من اللغة الإنجليزية إلى تقريبا الصينية، واكتشفوا بعد ذلك إنه المترجم عرف يترجم بين الصينية واليابانية من تلقاء نفسه بدون أي تدخل من المبرمجين. معلش السؤال وش هو؟ نسيت. معلش نسيت السؤال. يعني ممكن حنا يعني يعطينا أشياء جديدة لم تكن معروفة لنا في السابق، يعني يخترع لنا اختراعات جديدة، يطلع لنا بمنتجات جديدة غير معروفة. فيه المجال اللي قلت لك يعني المجال اللي قلت لك عليه، مثلا أحد الخوارزميات اللي اشتهرت في الفترة الأخيرة اللي يسمونها جان، GAN، أقدر أكتب هنا اللي يبحث عنها جان ألغوريثمز، هذه تولد لك صور يعني حتى الحين مثلا تعطيك صورة شخص يعني كأنه حقيقي وهو غير حقيقي، وممكن تعطيك صور أي شيء. فهي وش تسوي النماذج؟ تتعلم النموذج، يسمونه نموذج توليدي، جينيراتيف موديل. النموذج التوليدي يولد لك شيء بناء على بيانات سابقة بس أنا مو موجودة قبل. طبعا ممكن النماذج التوليدية تستخدم حتى لتوليد الكلام، توليد أخبار، توليد، فأنت تعطي أرقام ويطلعك الخبر كامل مثلا. جميل. الله يعطيك العافية دكتور، حقيقة الأسئلة يعني كثيرة جدا، ويعني أنا أشوف الآن الشات اللي لسه ما نزلت تحت تقريبا في عندي 339 رسالة لسه نيو مسج، يعني لسه ما أعتقد لو قعدنا إلى الساعة 12 ما بنخلص الأسئلة حقيقة. لكن والله إحنا ودنا أن نجيب على كل الأسئلة، ونعتذر عن كل الأشخاص والأخوة والأخوات اللي ما قدرنا نجاوب على أسئلتهم، ولكن أنا أحيلكم على حساب الدكتور الله يعينه فارس في تويتر، أسئلتكم هذه كلها ممكن توجهوها له في تويتر ممكن يرد عليكم، والله يعينه يعني يومين هذه يرد على الأسئلة، وإن شاء الله ما بيقصر الدكتور، قسم على شهر إن شاء الله. دكتور حقيقة أشكرك يا دكتور فارس على حضورك وتعاونك وتقديمك لهذه الندوة الجميلة والرائعة وإجابتك على الأسئلة الكثيرة حقيقة، وودنا كان عندنا الوقت أوسع ونجيب على كل الأسئلة، ولكن يعني لضيق الوقت والآن تجاوزنا تقريبا 13 دقيقة فوق الوقت المسموح لنا في هذه الندوة، فإن شاء الله لنا لقاء يتجدد بكم بإذن الله. عندنا الأسبوع القادم برضو ندوة، الأحد القادم ندوة إلكترونية برضو متخصصة في الأمن السيبراني مع شخص ودكتور متخصص في هذا المجال، فنراكم إن شاء الله بإذن الله في ندوتنا القادمة، وباسمكم وباسم عمادة التعلم الإلكتروني وجماعة الملك خالد نشكر الدكتور فارس على هذه الندوة، ونلتقي بكم في ندوات قادمة بإذن الله. اللي سألوا بخصوص الشهادات بالنسبة للندوات الإلكترونية، نعتذر لا يوجد شهادات لحضور الندوات الإلكترونية، وبإذن الله في عندنا منصة أخرى اسمها منصة KQX، فيها دورات وفيها برامج وفيها شهادات تعطى، شهادات موثقة من جامعة الملك خالد، ممكن نحيلها لكم، ممكن تدخلون عليها، اكتبوا في جوجل KQX، منصة مفتوحة للجميع، ممكن تشاركون في الدورات اللي يعني تهمكم فيها، واستودعكم الله على أن نلتقي بكم في ندوات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.